ردا على هجوم سبراني إيراني فاشل استهدف ألبانيا، واشنطن تدين وتتوعد طهران بتدابير إضافية. حشود عسكرية موالية لدبيبة تقترب من مطار طرابلس وتتأهب لاقتحام تمركز لقوات تدعم بشاغة. وسط قلق أممي وغربي، اتهامات ضد روسيا بترحيل أطفال أوكرانيا قسرا إلى أراضيها. السلطات الكندية تعلن وفاة المتهم الثاني في تنفيذ عمليات الطعن الدامية بعد توقيفه. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه النشرة تأتيكم من العربية. كشف البيت الأبيض عن معلومات مؤكدة تشير إلى أن إيران كانت وراء الهجوم السبراني على ألبانيا، وأكدت أنه سيتخذ إجراءات رادعة ضد طهران على خلفية هذا الهجوم. وقال البيت الأبيض إنه يدين بالشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني، وأنه سيحمل طهران كامل المسؤولية عن أي عمليات اختراق أو تسريب لاحقة. من جهتها، دانت الخارجية البريطانية الهجوم السبراني على ألبانيا وقالت إنه غير مقبول وستتم محاسبة طهران على أفعالها. أزمة دبلوماسية جديدة إيران طرف فيها. ألبانيا أعلنت قطع علاقتها الدبلوماسية مع طهران وطالبت البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة تيرانا خلال 24 ساعة. Këshilli i Ministrave ka vendosur me efekt të menjëhershëm ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Republikën Islamike Tiranit. Ky vendim është bërë i ditur me notë zyrtare ambasadës së Republikës Islamike Tiranit, të cilët i është kërkuar largimi brenda 24 orëve nga territori i Republikës së Shqipërisë i të gjithë personelit diplomatik dhe tekniko-administrativ, përfshirë dhe personelin e sigurisë. ألبانيا قالت إنها اتخذت هذه الخطوة بناء على تحقيقات أثبتت أن إيران تقبع وراء هجوم سبراني تعرضت له مؤسسات وشركات في الدولة يوليو الماضي وتسبب بضرر كبير. Në bashkëpunim me agjencisë specializuara partnere të antiterrorit digital, të cilat sollën në Tiranë skuadrat e tyre, u arrit të zbulojë fillimisht pas një hije dyshimi se sulmi 15 korrikut mbi Shqipërinë nuk ishte një operacion individësh apo grupesh të pavarura në botën e krimit organizuar kibernetik, po një agresion shtetëror. Hetimi thelluar na vuri dispozicion prova të pakundërshtueshme se agresioni kibernetik ndaj vendit tonë është orkestruar dhe sponsorizuar nga Republika Islamike e Iranit. الولايات المتحدة من جهتها أكدت الهجوم وأدانته. بيان للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أوضح فيه أن واشنطن ستتخذ مزيدا من الإجراءات لمحاسبة إيران على تهديدها لأمن حليفتها ألبانيا، وأن واشنطن تنضم إلى دعوة رئيس الوزراء الألباني لمحاسبة إيران على هذا الحادث السبراني غير المسبوق. كما أوضح البيان الأمريكي أنه على مدى أسابيع عملت واشنطن لدعم جهود ألبانيا للتخفيف من آثار الهجوم الإلكتروني، مشيراً إلى أن الهجوم عطل ودمر البيانات والخدمات الحكومية. يذكر أنه ومنذ العام 2013 وافقت ألبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي وإحدى دول البلقان على أن تستقبل على أراضيها بطلب من الولايات المتحدة والأمم المتحدة أعضاء في منظمة مجاهدي خلق المعارضة لنظام طهران. ملوك الشيخ، العربية. We'll be right back.
إلى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في رد على سؤال من العربية عن إشارة بايدن إلى الاتفاق النووي وأنه في خطر، قال إنه من المؤسف أن الرد الإيراني كان بمثابة خطوة إلى الوراء. رد إيران لم يضعنا في وضع يسمح لنا بالتوصل لاتفاق. نحن نراجع رد إيران ونأمل أن نحصل على تحديث قريباً. ما نزال نعتقد ونؤكد أن العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ليست فقط في مصلحة الأمن القومي لأمريكا، إنها خطوة مهمة لاحتواء برنامج إيران النووي وللاستقرار الإقليمي أيضاً. من المؤسف أن رد إيران علينا أعادنا إلى الوراء. نحن بالطبع لن نبرم اتفاقاً ليس في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. نحن ندرس رد إيران وننسق مع حلفائنا الثلاثة، ونحن مستمرون في خوض هذه العملية باستخدام حق النقد الفيتو على الصفقة إن اقتضى الأمر. قال السيناتور الجمهوري لينسي جراهام في تصريحات للعربية أن توقيع الاتفاق النووي مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر سيؤذي الديمقراطيين. وأشار جراهام إلى أن إدارة بايدن ستسعى لتوقيع الاتفاق بعد الانتخابات. من جهته قال السيناتور الجمهوري تيد كروز في تصريحات للعربية أيضا إن بايدن يريد اتفاقا سياسيا مع إيران يقوض بشكل كبير أمن وسلامة الولايات المتحدة وحلفائها. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن تل أبيب ستمنع إيران وميليشياتها من الاقتراب نحو مناطقها البحرية. من جانبه قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدز إن بايدن أوضح أن بلاده لن تعمل على تقييد يدي إسرائيل للدفاع عن نفسها أمام التهديدات الإيرانية. في الشأن الليبي، أفادت مصادر العربية بأن قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة تقوم بعمليات تحشيد عسكري بالقرب من مطار طرابلس القديم استعدادا لاقتحام منطقة رشفانة، نقطة تمركز قوات الجويلي وقوات موالية لبشاغة. المصادر أشارت إلى أن قوات يقودها معمر الضاوي الموالي لبشاغة أغلقت الطرق المؤدية لورشفانة خوفا من تقدم قوات دبيبة. وبحسب المصادر فقد هددت رئاسة الأركان التابعة لدبيبة قوات بشاغة في حال عدم انسحابها باستخدام الطيران المسير. أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إلزي براندز كيرس أن هناك اتهامات جديرة بالثقة عن نقل أطفال أوكرانيين غير مصحوبين قسرا إلى روسيا، مبدية خشيتها من أن تتبنى هؤلاء الأطفال عائلة روسية. وأضافت براندز كيرس أن السلطات الروسية تبنت إجراء مبسطا لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا تحت وصاية والديهم، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من تأكيد أن موسكو أنشأت مراكز فرز حيث تجري عمليات تفتيش أمني وجمع بيانات شخصية. وأوضحت المسؤولة الأممية أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تمكنت من توثيق حالات تعرض فيها أشخاص إلى تفتيش جسدي دقيق. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى الوقف الفوري لما وصفها بعمليات الفرز الممنهج والترحيل القسري في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا. في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع تويتر، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية البولندي وناقش فرص تعزيز التعاون الثنائي في مجال توليد الطاقة. وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة وبولندا تقفان متحدتين مع أوكرانيا وجهودها لصد العدوان الروسي. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن قواته استعادت بلدات عدة من الروس في منطقة خاركوف في شمال شرقي أوكرانيا من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتشن القوات الأوكرانية منذ الأسبوع الماضي هجوما مضادا في جنوب البلاد. وفي حين تؤكد كييف نجاح هذا الهجوم، تقول موسكو أنها ألحقت بالقوات الأوكرانية المهاجمة خسائر فادحة.
في رد على سؤال بشأن المساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو للعربية إن مساعدة الجيش الأوكراني الذي يحارب على أرضه دفاعا عن سيادته ليس عملا حربيا. روسيا لا يمكنها أن تربح الحرب، الأوكرانيون يقاتلون على أرض أوكرانية، ومساعدة جيشهم كي يربح وكي يدافع عن سيادته ليست أبدا عملا حربيا، فلنحذر التضليل. أعتقد أنه لا يوجد شك حول من انتهك القانون الدولي ومن لم ينتهكه في أوكرانيا. مرحبا من جديد. نقلت وسائل أعلام محلية عن الشرطة الملكية الكندية أن ميلز ساندرسون المنفذ الثاني لحوادث الطعن التي شهدتها محافظة ساسكاتشوان غرب أو وسط غرب البلاد توفي بعد اعتقاله متأثرا بجروح أصيب بها بعد أن دهست الشرطة شاحنته على الطريق. أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية اعتماد أحد الإصدارات الحديثة من طائرات F-35 لاحتوائها على قطع صينية. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون راسل غومير أن البنتاغون أوقف اعتماد الطائرة للاشتباه بوجود قطعة مغناطيسية صينية الصنع في محركاتها، وذلك لحين التأكد من أن استخدامها يتوافق مع المعايير القانونية المتبعة في الولايات المتحدة. في شمال شرق سوريا أجرى التحالف الدولي تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية قرب الحدود العراقية التركية، في وقت عزز فيه تواجده في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد عبر بناء قاعدة جديدة. تدريبات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها في المثلث الحدودي السوري التركي العراقي بين قوات التحالف الدولي وسوريا الديمقراطية. استخدم في التدريبات الأسلحة الثقيلة والصواريخ وقذائف موجهة ضد الدبابات. نقوم بالتدريبات لأول مرة هنا ولن تكون الأخيرة، ونكمل العمل مع شركائنا ونقدم لهم الدعم وسعيدون بالعمل المشترك. وتأتي التدريبات المشتركة بعد أيام فقط من بناء التحالف لقاعدة ثالثة في القامشلي ليرتفع عددها الإجمالي إلى 30، بعضها يتمركز في أكبر حقول النفط والغاز في البلاد. ما زال داعش موجودا فإن التحالف باق. في الفترة الأخيرة استعاد داعش نشاطه وبدأت حملة أمنية في مخيم الهول، ونحن على وشك توسع نطاق التمشيط بحثا عن خلايا داعش في مواقع أخرى، لذلك نجري هذه التدريبات. واستخدمت قوات التحالف في الأشهر التسعة الأخيرة من العام الجاري تعزيزات عسكرية مكثفة إلى قواعدها بنحو 28 قافلة توجهت معظمها إلى دير الزور والحسكة عقب تزايد التحركات الإيرانية غربي الفرات. يقول التحالف الدولي أن التعزيزات العسكرية وبناء قواعد جديدة والتدريبات المشتركة مع قسد هدفها تعزيز جهود محاربة داعش، إلا أن مراقبين يرون أنها رسائل إلى محور النظام إيران-روسيا بأن شرق الفرات خط أحمر. من مدينة ديرك المالكية شمال شرق سوريا، جمعة عكاش، العربية. أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية رسمياً رد دعوى حل البرلمان وقالت إنه ليس من اختصاصها، كما قالت إن على من يريد حل مجلس النواب الاحتكام للدستور العراقي. أنهت المحكمة الاتحادية الجدل بقرارها رد الدعوى بحل البرلمان على اعتبار أن هذا القرار ليس من ضمن صلاحياتها الدستورية، ما يعني إغلاق الباب أمام جميع المطالبين بحل البرلمان من قبل القضاء. قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يأتي: أولا الحكم برد دعوى المدعي. قرار المحكمة هذا يفتح باب التكهنات على مصراعيه أمام الخطوات التي سيقدم عليها التيار الصدري شعبيا وسياسيا
خلال المرحلة المقبلة. يعني أعتقد ربما كانت هذه الورقة الأخيرة التي تلعب عليها أو يلعب عليها التيار الصدري من خلال تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 64، وبالتالي أعتقد اليوم المحكمة عادت الكرة إلى ملعب مجلس النواب، يفترض بالفرقاء السياسيين المشاركين أن يكون لهم مخرج، هذا المخرج طبعا أنه يؤدي إلى حل مجلس النواب وإعادة انتخابات بسبيل الحفاظ على السلم الأهلي كي نثبت للجميع بأننا الكتلة الأكبر. بالتزامن مع هذا القرار، رفعت الكتلة الصدرية دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، متهمة إياه بإحداث فتنة واقتتال طائفي وتهديد أمن الدولة على خلفية التسريبات الصوتية التي انتشرت مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي. أولا وأخيرا المالكي هو مواطن عراقي مهما كان، وبالتالي إذا ما ثبت هذا الإدانة أو تم إدانته وفق هذه التسريبات فممكن أن يحاكم وفق هذه التسريبات على ما التكييف القانوني الذي ممكن أن تصنف عليه المحكمة. بعد قرار المحكمة الاتحادية يكون الستار قد أسدل تماما أمام إمكانية حل البرلمان قضائيا، ما يعني أن الأطراف المطالبة بذلك ستذهب حكما إلى خيار الضغط سياسيا وشعبيا من أجل حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة. من بغداد، منتظر رشيد، العربية. دعوى قضائية رفعتها الكتلة الصدرية على نور المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق على خلفية التسريبات الصوتية التي انتشرت في يوليو الماضي. الكتلة اتهمت المالكي بإثارة الفتنة الطائفية وزعزعة أمن العراق. تسريبات شغلت الشارع العراقي لشهرين تتحول اليوم إلى القضاء. الكتلة الصدرية ترفع دعوى قضائية ضد نور المالكي. التسريبات التي نشرت بصوت المالكي كانت تتضمن تهديدات صريحة لمقتدى الصدر. الآن أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلح أو أخليه مستعد لمرحلة الحرج، وما يدريك لعل الله يهجم على النجف. إذا صار هو يهجم على الناس ويهجم على المرجعية، والله يهجم على النجف. الكتلة الصدرية اتهمت المالكي بالتهديد السلم والأمن في العراق والتحريض على الطائفية كما جاء في وثيقة الدعوة. الكتلة طالبت محكمة الكرخ الثالثة بالقبض على المالكي وفرض منع السفر عليه ومحاسبته وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب. مستعد يحرق العراق كله، مستعد يسقط محافظات. تسريبات نشرها علي فاضل الكاتب العراقي على حسابه في منصة تويتر على 6 أجزاء منذ يوليو الماضي. العراق مقبل على حرب باحنة لا يخرج منها أحد، إلا إذا بدأنا نسقط توجهات مقتدى الموسي ومسؤول. تهديدات بضرب النجف والكوفة قالها المالكي بكل وضوح في التسجيل، ولم تسلم قوات الجيش والشرطة من كلام المالكي لتتهمه الكتلة الصدرية بأنه هاجم القوات الوطنية. الجيش والشرطة لا قبال عليها، نعم، لا راح يسوون أي شيء، يحتاج إلى سلاح. ساعدني ألبس أوكار ما عندي، إحنا جيش بالشرطة، قلت لا أثق بك ولا بجيشك ولا بشرطة، أنا نفس الناس. تسريبات كشفت الكثير من الخبايا وما يحدث في كواليس المشهد السياسي العراقي المحتقن، والذي وصل لذروته في اشتباكات دموية في أغسطس الماضي والتي خلفت 30 قتيلاً وأزمة تزداد تعقيداً. إيفا عمر، العربية. معلومات خطيرة ووثائق في غاية السرية. تتوالى التسريبات بشكل شبه يومي عن عملية تفتيش منتجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، أسرار نووية لبلد أجنبي ضمن الوثائق التي عثر عليها بمنزل ترامب، والأخير
يرد بأنها وثائق طبية وضريبية خاصة. التفاصيل لدى بيير غانم في التقرير التالي. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن محققي الاف بي اي اكتشفوا أقله وثيقة واحدة في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، وفيها تفاصيل عن مشروع نووي لدولة أجنبية، فيما كشفت بعض الوثائق عمليات استخبارية أمريكية عاليات السرية. المشكلة الأولى هنا أن الوثائق لم تكن محفوظة بحسب الأصول. يجب الاحتفاظ بالوثائق السرية في أماكن يدخلها أشخاص مسموح لهم بالاطلاع على الوثائق، أي في خزنة، في غرفة لها إقفال وبدون نوافذ ولا تسرب صوتي، وتتم مراقبتها دوريا وتوثق الرقابة عليها. المشكلة الثانية هي أن الرئيس السابق احتفظ لدى خروجه من البيت الأبيض بوثائق يطلع عليها الرئيس وعدد قليل من المسؤولين في الدولة الأمريكية، واطلاعهم عليها مشروط بعمل محدد يقومون به ويحتاجون إلى تصريح خاص. تعمل الاستخبارات الأمريكية وفقا لمبدأ مسموح أن ترى ما تحتاجه، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يحتاجون لمعلومة يسمح لهم بالاطلاع على الوثائق. هذه المعلومات المتسربة من محققي الاف بي اي إلى الصحف الأمريكية تبدو وكأنها محاولة إضافية من معارضي الرئيس السابق للقول إن الوثائق خطيرة وما كان على ترامب الاحتفاظ بها. معارضون أساءوا الحسابات، إساءة استعمال السلطة هذه ستتسبب لهم بردة فعل غير مسبوقة. ولم يستفد الرئيس السابق كثيرا من ما حدث لرفع شعبيته لدى الجمهور الأمريكي بشكل عام، مع أنه اعتبر نفسه ضحية ملاحقات الديمقراطيين الذين يستعملون الاف بي اي لملاحقة زعيم جمهوري ومرشح محتمل للرئاسة الأمريكية. فمنذ شهر كان التأييد لدونالد ترامب عند 42% مقابل اعتراض 53%، والآن الأرقام متشابهة وتقف عند 40% مقابل 54% من المعترضين. تعلمون أن إدارة الاستخبارات تقوم الوضع، وسنتركهم يفعلون هذا التحقيق المستقل الذي تجريه وزارة العدل. الرئيس لم يتلقى إجازاً ولا أحد هنا يتلقى معلومات. يتوزع الجدل الآن بين قضيتين: القضية السياسية ومن يحتفظ بالبيت الأبيض في الدورة المقبلة، أو القضية القانونية وهل يحق للرئيس السابق أن يحتفظ بوثائق سرية في منزله الخاص. في الغنم العربية واشنطن.